هو احنا الكهرباء وقود السيارات احنا بناخده وبنبيعه بالدولار ولا بنبيعه بالجنيه؟ احنا بنبيعه بالجنيه، لكن احنا بنشتري الوقود ده لمحطات الكهرباء وللعربيات اللي ماشية في كل مصر، احنا بنشتريه بالدولار. وبالتالي لما يكون عندنا عبء احنا كلنا نساع بعضنا، احنا ما بنخبيش عليكم حاجة، ما بنخبيش. انا مش بكلمكم انتوا بس، انا بكلمكم وبكلم المصريين من خلالكم، بكلم المصريين كلهم من خلالكم، الناس كلها تسمعني. فكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة، لا، بفهم الناس ان التحدي ده يمكن التغلب عليه، بس هيبقى محتاج عمل ومحتاج صبر، يحتاج عمل ومحتاج صبر. زميلنا بيقول لي الطريق، لا مش الطريق بس، هو النهاردة القطار السريع ده اللي هو هيجيب من السخنة لغاية عندكم في كام ساعة؟ طيب يا ترى حركة التجارة عليه تبقى عاملة ازاي؟ قبل حركة المواطنين، قبل حركة المواطنين، حركة التجارة من البحر الأحمر للبحر المتوسط. البحر المتوسط يعني مين؟ يعني اسكندرية؟ يعني جرجوب؟ يعني منفذ السلوم اللي احنا موجودين جنبه؟ وحاجات أخرى كتير. مش عايز أطيل عليكم يعني، لكن أنا سعيد إن أنا ألتقي بيكم. أنا كان ليا نصيب إن أنا أشتغل وأنا ضابط صغير هنا في السلوم، وعارف أهل السلوم كويس أو أهل المنطقة الغربية كويس، قعدت سنين. وسوى الحاج بلال بيقول لي عليها ديت، أنا رحت كنت في سنة 87 86 87 كنت في دورية إصلاح هناك، وكان فيها مشكلة الصرف الزراعي اللي هو، فلقيت المشكلة لسه مستنياني أكتر من 35 سنة.